بقى ندخل في تفاصيل اكتر وكواليس اكتر من خلال تليفون او مداخلتنا مع الناقد الرياضي سعد صديق اللي معانا على التليفون. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الفل. يا صباح الفل، صباح الفل يا استاذه لميس، على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. يسعد صباحك يا فندم. يعني حاولنا ان احنا يعني سريعا كده نتكلم عن كل التفاصيل واغلب الانديه، لكن شايف ازاي النتائج اللي احنا اتكلمنا عليها، نتائج الانديه الاربعه في البطولتين؟ اتفضل. والله انا متابع حضرتك ما شاء الله عليك، يعني ناقده رياضيه 10/10. الله يخليك يا فندم. صباح، يعني ما شاء الله، صباح رياضه جميل. طبعا في البدايه لازم نبارك للزمالك ولعوده الروح والاستقرار والفوز الكبير على فريق الغنى 4-0 امبارح. ده بياكد ان قرارات مجلس الاداره الاخيره، رغم ان بعض الجماهير كانت متخوفه ان ازاي ياخدوا قرار بايقاف افضل 3 لاعبين، ولكن الالتزام والانضباط ده بيدينا نتائج جيدة. النتيجة امبارح كبيرة جدا، وعودة الروح وشكمالة تألق وزيزو كالعادة. أنا مع مجلس الإدارة إن هم ما يستعجلوش في حكاية إن هم يتعاقدوا مع مدير فني أجنبي، معتمد ما شاء الله ماشي بطريقة كويسة، عامل نتائج هايلة، يدوله الفرصة ويكمل إن شاء الله بإذن الله. لامم الحقيقة الفريق كابتن معتمد. طبعا انا كمصري الروح كده تحس يا استاذ سعد. اتمنى بفوز الزمالك بالكونفدراليه السنه دي وعوده الروح، ويرجع تاني ينافس على الدوري، ويرجع لان فريق الزمالك فريق كبير، وطبعا عناصر المنتخب مصر بتبقى 50% اهلي وزمالك، فعوده الروح للزمالك ده اضافه كبيره للكره المصريه طبعا. ده حقيقي. طب الجمهور ابتدى يتعشم انه الموسم ياخد فيه الزمالك يعني بطولات، على الرغم ان هو ما جابش فيه سكواد. هو طبعا كلنا نامل ان للزمالك الاستقرار وعوده الروح ده، وان هو ياخد بطوله، وان هو يرجع ينافس على الدوري. البطوله صعبه طبعا، مش عايزين ان نقول ان نتيجه امبارح تخدع الزمالك، لازم يكمل بنفس الروح وبنفس الاداء. لسه المجموعه صعبه جدا، ولسه المنافسات قويه زي ما حضرتك قلت، ان الزمالك اي نعم يعتبر متصدر ب6 نقاط، بيليه الفريق الليبي ابو سليم ب3 نقاط، والبطل الانجولي 3 نقاط، وسوار الغيني 0. البطوله لسه معقده، مش عارفين مين اللي هيصعد، لازم يكمل بنفس الروح ونفس الاداء، حتى زي ما بيقولوا نضمن بطاقه التاهل. هو المهم انه نحافظ على الفوز ده، لانه الفوز بيجيب فوز، والبطوله بتجيب بطوله، وهكذا يعني، والروح طبعا ترجع طبعا للفريق، والحماس والجمهور الزمالك اللي احنا بنشوفه متمسك دايما بفريقه ورا فريقه ايا كانت النتيجه، يستاهل انه يفرح. طبعا جمهور الزمالك جمهور عريض، مش في مصر، في كل الدول العربيه وكل وفي القاره الافريقيه، نادي عريق. الفوز امبارح زي ما حضرتك قلتي عاد الروح للعيبه، كمان ادى ارتياحيه لمعتمد جمال، وخلى الاداره تهدى شويه على موضوع المدير الفني، مش عايزهم يجروا ويستعجلوا ويرضوا الجمهور. المدير الفني عامل ما شاء الله نتائج كويسه، والنتائج هي اللي بتبقى على اي مدير فني. يعني معتمد جمال قاد الزمالك بالفوز على فيوتشر في الدوري، وفاز على بيراميدز في كاس مصر، وفاز على مسلم اللي هو في نفس البطوله الكونفدراليه بهدف، ويحقق امبارح الفوز برباعيه. فخلاص نكمل الراجل، ما لان اي مدير فني هيجي اجنبي كمان محتاج مش اقل من 2 شهر. طب احنا الموسم بيفنش، لا يكمل الراجل الوطني ده ويديله فرصته، ويعتمد الراجل له تجارب وله خبرات، وقاد قبل كده منتخبات مصر، واشتغل كتير مع كابتن شوقي غريب، وخد خبرات كبيره، ولاده وابن من ابناء النادي، فطبيعي ان هو يكمل. ده مش مجامله لعماد اللي معتمد جمال، ولكن الظروف بتحكم على مجلس الاداره ان هم اللي ما يستعجلوش، على حتى لو لا قدر الله او البطوله ما كملتش، لا هو يكمل. يعني هو لو النتائج حتى مش هتبقى مرضيه لبعض الجمهور، ما ينفعش الاداره تجري ورا هتافات الجماهير، ومع احترامي للجمهور، ولكن نبقى على المدير الفني لنهايه الموسم. هو وبعدها هو إيه اصلا الحكمه او المعيار ان احنا نغير مدير فني طالما انه مستقر واموره مستقره وبيفوز؟ ما هو بقى شباب السوشيال ميديا والجمهور والضغط وكل على السوشيال ميديا. وكل هو ده اللي بنحكم. ما هو دي للاسف اللي بيأثر على الكثير من الانديه، ولكن مجلس الاداره برئاسه الكابتن حسين لبيب عاملين شغل كويس، والناس ما يعني برضو زي ما بيقولوا قافلين ودانهم، ما بيسمعوش كتير للسوشيال ميديا، ومركزين في شغلهم،
والنتائج هي اللي زي ما بتقول لحضرتك، والتوفيق كمان مساعد الكابتن معتمد. فالافضل الافضل لكيان كبير زي ده الاستقرار، ان الراجل يكمل لنهايه الموسم، وبعد كده يبقى في تقييم للتجربه، يكمل بعد كده لو في موسم ثاني ما يكملش، يبقى في مدرب اجنبي، ولكن يبقى الفريق يجني ثمار ونجاح تجربه معتمد جمال، لانه ابن من ابناء النادي ويستحق الاستمرار. وجه في ظروف صعبه، يعني جه في ظروف صعبه، فريق مش مكتمل وعنده مشاكل طبعا. ومع ذلك هو حقق يعني الى حد كبير استقرار، حقق فوز، فايه الحكمه يعني؟ رفع روح معنويه للفرقه كلها، للعيبه، ادى الامل من تاني للجمهور، والجمهور بقى فرحان ورجع يفرح. ايه بقى الحكمه ان احنا؟ وبعدين يعني هو كان جاي بشكل مؤقت، خلاص بقى دلوقتي مستقر يعني، وبيفوز ومحقق نتائج. وانا بشوف انه المعيار الحقيقي والوحيد هو النتائج، اللي بيننا وبينك نتائج. صح، عشان كده هم لازم مجلس الاداره يقف في ظهر المدير الفني، عشان ما يحسش ان هو برضه كل شويه سامع كلام، ان ما هو ده هياثر عليك كمدير فني، وهياثر على قراراته مع اللعيبه، واللعيب اللي ما بيلعبش يبتدي يزوم، يبتدي يزعل. فلو مش الاداره واقفه في ظهر المدير الفني هيبقى في مشاكل بعد كده. لا، نقفل الصفحه خالص للتفاوض والحكايه، ونعلن بشكل رسمي استمرار معتمد جمال لنهايه الموسم. ده الاصلح والاحق، ان هو الراجل يكمل لنهايه الموسم. ولا يعني من وجهه نظري واللي الناس بتقوله، انه المفروض نادي الزمالك يبتدي يعلن ان احنا عندنا ثقه في المدير الفني، وانه كابتن معتمد مكمل. انا بشوف ان ده اللي المفروض يحصل، ولا ايه راي حضرتك؟ طبعا استثمار نتيجه امبارح، لازم المدير، لازم مجلس الاداره يقف في ظهر المدير الفني وجهازه المعاون بالكامل، ويعلنوا بشكل نهائي ان الراجل ده مكمل لنهايه الموسم مهما كانت النتائج، وبعد كده يبقى في حكم على التجربه بشكل نهائي. بشكر حضرتك جدا، شكرا الناقد الرياضي الاستاذ سعد صديق، صحيناك بدري بس يعني نورتنا. بشكر حضرتك على التحليل والتعليق ده.